السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في مادة اللغة العربية ودرسنا اليوم بعنوان نشيد المستقبل نشيد المستقبل شعر سعيد جودة السحار إنني طفل صغير اتخذت العلم نورا يا ترى ماذا أصير عندما أخذ كبيرا هل ترى أخذ طبيبا أو زعيما أو وزيرا هل ترى أغدو أديبا أو صحفيا شهيرا سوف أسعى غير وان أطلب العلم الكثير راجيا نيل الأمان عندما أغدو كبيرا تعال معي نتعرف على الكلمة ومعناها أصير أي أكون أغدو أصبح زعيما رئيسا شهيرا معروفا أسعى أكتهد وان متكاسل نيل كسب أو تحقيق الكلمة وجمعها زعيم زعماء وزير وزراء علم علوم أمنية أماني الكلمة ومضادها نور ظلام شهيرا مغمورا أسعى أتكاسل العلم الجهل كبيرا صغيرا كثيرا قليلا تعال معي نتعرف على التدريبات أكمل النشيد إنني نقط صغير نعم إنني طفل صغير اتخذت العلم نعم نورا يا ترى ماذا أصير عندما نؤت كبيرا عندما أغدو كبيرا هل ترى نؤت طبيبا هل ترى أغدو طبيبا أو نؤت أو وزيرا أو زعيما أو وزيرا هل ترى أغدو أديبا أو صحفيا شهيرا سوف أسعى غيروان أطلب العلم نؤت الكثيرة راجيا نؤت الاماني نيل الاماني عندما اغدو كبيره ما اسم الشاعر الشاعر هو سعيد جوده السحار هات ما ياتي معنى اصير اي اكون ومعنى وان اي متكاسل مضاد المستقبل الحاضر ومضاد شهير مغمور وجمع زعيم زعماء وجمع وزير وزراء رتب الكلمات وكون جملا صناع ماهرون مصر 2- غذاء الغضن السمك مفيد سهل ثلاثة اللبن الجبن يصنع من الناس أربعة القطن الزيت نأخذ واو بذور من القطن به تخير المعنى المناسب لكل كلمة تحتها خط يجني الفلاح القطن يسبق العامل القماش أعطانا الله خيرا وفيرا تسلمت خطابا من صديقي وما يقابلها كثيرا رسالة يلون يجمع أترك لكم هذه الأسئلة لتتفاعلوا معنا وننتظر إجاباتكم على موقعنا نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته